خويا الا جات شي فرصه يعني مناسبه علاش بنادم ما يهاجرش؟ يعني هاد المنطقه الشرقيه ديالنا ما كاينش يعني شي معامل ولا شي حاجه بنادم باش غيخدم، يعني القوت العيش ديالو ضعيف يعني ما كاينش شيء. الشباب باغي يخدم، يوري لنا خويا هاد الفرص بسم الله، اي واحد غادي يمشي يخدم ما يقعد حتى شي واحد، يوري لنا هاد الشغل اللي كاين فين راه، يمشيو يخدموا الشباب ما يحرقوش ما يهاجروش للبلاد. كنطلبوا من الوزير الخلفي فين هاد الفرص ديال الشغل فين كاينين، يوريهم لنا، يمشي بنادم يخدم، الشباب يمشي يخدم على راسو. يعني ما حد يا خويا غير هذاك الشيء تفاهيان وعلى الحبر على الورق، يعني ما كاين والو. هو خويا هاد الشباب الله يحسن العون، يعني وكان تلاقاو شي فرص الشغل ديالهم ما غاديش يمشي يهاجر للبلاد ديالو يمشي شي بلاد اخرى. يعني ما كاينش فرص الشغل اللي غادي يعني غيخدم ولا يخدم على والديه ولا على الزوجه نتاعو، ولا ما كاينش. بنادم ناعس ليل ونهار فاش غيخدم؟ بالنظر الهجره السريه، لا ماشي الهجره السريه هذه، وقيلة بل الناس تمازيغ الهجره من اجل الكرامه، وقيلة غير سجن التاريخ ضم قران قوام شتوالا اجن ماريتان الوالد ماريتان اينونش ماريتان الليغ ونيتي قمازا هذوليك السي ماريتا قضى مزيان غا 8 سنين. يعني الهجره لها تاريخ، بل نخسر انا نسيو يعني استمازيغ نيشان يعني ذي روح الوالد، الوالد قال روح سكيرة سي كونترا العمل ديال وقت يعني شل العقد العمل وين ولات هذه جن عزيزي يعني توتي تشدات باسبور الحجاج انني لم ان يا لم يدلغ انني يامنا بنت احمد وش روح يتزل انت تشلغ يامنا. مهم يعني باش تسلم ايوا بلا ما نذكر مصطفى مهدوز الله يرحمه طبعا بطاطا وين هاد كلشي، ولكن مع ذلك في الوقت نيت وريت متحت للبحر بلا نخسر السيول الوقت نيت واثنين براب وعادي خويا يقصح حالي هذه ما لو سيغ غير العاهدين ونش الاخوان ملا نجا جيل الوالد يعني الجيل الوالد من واخا توا يعني توا الجوع توا الفاقة توا يعني الصعوبات بحال تيون يرخو ولا تاني توا وذا عندي الساعة تنوت حوفي نشا ديال البحر ومن بعد يزد العاهدين ونش وكثير ناس وقرطا سدانيتين وينات كذا ماشي نشي وكثير وكثير نظني وكثير الجنداني تاني كزايو نعاود كزايو الناظور دوينا نمشي ندير وقت اني عاود نيور ونروحو في شارع ديال البحر. خو اقش العهد من اللي الحمد لله لقيتها الماضي وين ولكن ملي ذات قيم لان تثا يمكن غادي يقاف روح لان تثا كيو ذاني طرح نسانيتين. المشكل ذا كل شيء بيناتو يتجلى يدي الخوف، الخوف نشوف كذا وكذا نهار نيت ولي غيوذا مرة زبان مرة كون نهار راح نغرو اليمن نغرو فرنسا نغرو اسبانيا المهم يزوال البحر وزيد فو داشت نغسل شاد كيسير باسبور ني واخا خم جنس ونت كذا يامو نغسل كيسير باسبور ني شادو يرغ لينا والله العظيم مش قادش انا مي مرة يوذا نتراكوا نقادي نيشان نحاج طامو يعني كارثة تنقرات يعني بصح المسؤولين يخص بصح إعادة الحسابات بصح المجموعة الأوروبية اللي استغلال التقيل المغربي خصها عاودة تخم مشي سكاثين لأن الفضائح بدات تروح تغاسن. وكنشوف دابا كل واحد عنده وجهة نظر نتاعو خاصة به، كل واحد واش يقدر يدير، كاين اللي بغى يعيش هنا كاين اللي بغى يعيش في أوروبا، والأغلبية نتاع الشباب اللي كاينين في المغرب كيبغوا يعيشوا في أوروبا. كيواجهوا واحد الصعوبات لأن ما كاينش شي دخل قار عندهم ولا ما عندهمش شي إمكانية كباش ما عندهمش شي خدمة هكا مستقرة ولا شي مدخول قار كما قلت دابا عاد. داك هو السبب الوجيه اللي كيخلي بنادم يعني انا مازال ما جربتش ديك مازال ما مشيتش لاوروبا باش نقدر نقول لك بان كيتلاقى ولا ما كيتلاقاش. اي واحد كيمشي الا وكيتوكل على الله، كيتوكل على الله ولكن من توكل على الله فهو حسبه. انا ما سمعتش ذاك الخطاب اللي لقاه الوزير الاتصال الخلفي، وانما فرص الشغل نقول لك كاينه وما كايناش. كاينه بواحد هذه الجهه الشرقيه نتاعنا دعوانا عناسه شويه، ولكن بصح هكا الداخل بحال كازا الرباط هكا ذوك المناطق هذوك اللي كيكونوا فيهم هما كاينه شويه نتاع الخدمه. بحال مدينه كبيره كتلقى فيها خدمه، بصح مدينه صغيره بحال زايو ولا بحال الجهه الشرقيه نتاعنا منسيه مسكين. واخا من دابا بسم الله لا ماشي في اي طريقه، اذا كانت شي طريقه شرعيه اي واحد دار شي حاجه الله يجيب له السهل الله يهون عليه. ما المغرب ما بقى فيه ما يدار، واللي ريحنا في المغرب التشمكير وهذه، حنا ما لقينا فين نمشيو نخدمو، ما لقينا الطابله صافي نمشيو نستريحو
نخدموا فيها ونلقاو الامان ديالنا وهادي. كنضيعوا دابا حنا هنا في هذا المغرب، هذا ما كاين ما يدار في هذا المغرب. الا جات شي فرصه دابا في هذه الساعه هذه نمشي فيها، ما نريحنا حتى دقيقه، نمشي هكا بيا بالعبايه ديالي.